السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس عن البنية المتخصصة في نقل الرسالة العصبية. يعني كما تعلمنا سابقا أن المستقبلات الحسية تستقبل المنبهات الخارجية فتتولد رسالة عصبية تنقل إلى المراكز العصبية، يعني سواء الدماغ أو النخاع الشوكي. فما هي الأعضاء المسؤولة عن نقل هذه الرسالة؟ أول شيء تعريفها هي إشارات كهربائية ناجمة عن تنبيه مستقبل حسي، يتم انتقالها عن طريق خلايا الجهاز العصبي المتمثلة في العصبونات. العصبون هو الوحدة البنائية للجهاز العصبي، تتكون من جسم خلوي شكله نجمي يتميز غشاؤه الهيولي أو نقوله سيتوبلازمي، يعني الهيولة بالعربية وسيتوبلازم بالفرنسية أو الإنجليزية، باستطالات تمثل زوائد شجيرية، وسيتوبلازم اللي هو سائل تسبح فيه النواة. يرتبط الجسم الخلوي بالليف العصبي، هو عبارة عن امتداد خلوي طويل محاط بغمض النخاعين. التفرعات النهائية هي نهايات العصبية تنتهي بزر مشبكي، أي يرتقي فيه خلية عصبية مع خلية عصبية أخرى. دور العصبون على مستوى الجسم الخلوي يتم ترجمة الرسالة العصبية، وعلى مستوى الليف العصبي تنقل الرسالة العصبية. يتم نقل الرسالة العصبية في اتجاه واحد، تحقق الارتباط مع الأعضاء المنفذة. لدينا خلية عصبية حسية من الأعضاء الحسية للمراكز العصبية، خلية عصبية حركية من المراكز إلى الأعضاء، وخلية عصبية موصلة في الجهاز العصبي المركزي. ملاحظة: يوجد ألياف عصبية غير مغمدة بالنسبة للمغمدة بالنخاعين تنقل رسالة عصبية بشكل سريع، وغير مغمدة تنقل رسالة عصبية بشكل بطيء. إذن تنتقل الرسالة العصبية من خلية عصبية على مستوى الليف العصبي إلى خلية عصبية أخرى على مستوى الجسم الخلوي في اتجاه واحد، وذلك على مستوى منطقة اتصال بينهما تدعى المشابك. هذه يتكون من نهاية قبل المشبكية، فراغ مشبكي، ونهاية بعد مشبكية. في تعريف الرسالة العصبية عبارة عن إشارات كهربائية، ولكن لا تنتقل عبر المشابك بشكل كهربائي لأن الكهرباء لا يمر عبر الفراغ. إذن ما طبيعة الرسالة هنا؟ إذن الرسالة العصبية المتنقلة على مستوى المشابك ذات طبيعة كيميائية، بحيث عندما تصل الرسالة العصبية إلى منطقة قبل المشبكية تحفز مواد كيميائية اللي موجودة داخل الأكياس الصغيرة، تعرف بحويصلات تشبكية، تخرج إلى الفراغ مشبكي، تلتصق بنهاية بعد المشبكية، وهنا تحفز تولد رسالة عصبية وتكمل مسارها بشكل كهربائي. كما ذكرنا في الفيديو السابق أن الطبقة الخارجية للمخ تتكون من مادة رمادية والمادة البيضاء في الداخل، على مستوى النخاع الشوكي العكس. سبب ذلك هو العصبونات، فقد قمنا بتكبير على مستوى النخاع الشوكي لنلاحظ أن المادة الرمادية يوجد على مستواها أجسام خلوية، وفي مادة بيضاء يوجد تجمع للألياف العصبية. إذن تجمع الأجسام الخلوية للعصبونات في المراكز العصبية يعطي مادة رمادية، أما المادة البيضاء هي الألياف العصبية وهي سبب اللون الفاتح. بنية شريحية للعصب: يتكون العصب من عدة حزم من ألياف العصبية محاطة بنسيج دعم غني بالأوعية الدموية، يتمثل دوره في نقل الرسالة العصبية الحسية والحركية. لدينا أعصاب حسية
تعمل على نقل رسالة عصبية حسية، وأعصاب حركية تعمل على نقل رسالة عصبية حركية، وأعصاب حسية حركية تعمل على نقل رسالة عصبية حسية وحركية مثل العصب الوركي. وبهذا نكون قد تعرفنا على البنيات المسؤولة عن نقل الرسالة العصبية اللي قلنا عليها عبارة عن إشارات كهربائية فقط في النسبة تصبح كيميائية، وبعدها تكمل مسارها بشكل كهربائي، وسنؤكد ذلك بالتفصيل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.